في إطار الشراكة القائمة بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما المجال الزراعي، جاء هذا الاجتماع الذي يهدف إلى عرض تقرير عمل المرحلة السادسة لمشروع المساعدات الصينية، حيث أراد رئيس بعثة الخبراء والمهندسين الزراعيين الصينيين تقريرا شاملا لأنشطة المرحلة السادسة والتي تمثلت في تدريب وتأهيل المنتجين الزراعيين في مجال زراعة الأرز بالإضافة إلى فنون صيانة المعدات الزراعية والجرارات وكذا استصلاح الأراضي الزراعية وشق قنوات الري بكل من دوغيا مداق وبونغور بمايوكيبي شرق. السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جينجان في كلمته بهذه المناسبة أكد بأن هذا المشروع هو ثمرة الشراكة الفائلة بين تشاد والصين الشعبية، مؤكدا وقوف بلاده بجانب الحكومة التشادية لتنفيذ أهداف وبرامج الخطة الوطنية للتنمية للعام 2017 و2021. وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ليديبيا سومدا أشارت في حديثها إلى أهمية الزراعة في مكافحة الفقر والبطالة وكذا المساهمة في تنمية العالم الريفي، وعليه فإن هذا المشروع يساعد كثيرا في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة من أجل تعزيز قطاع الزراعة وتوفير الغذاء للمواطنين. هذا ومن ثم تفقدت الوزيرة والوفد المرافق لها نماذج من المزارع الخاصة بإنتاج الخضروات وكذا مزرعة الأرز التابعة لمركز التدريب والتأهيل، فضلا عن قنوات الري وبأد من الحقول التابعة للتجمعات الزراعية بالقرية.